اللهم إني أسألك خيرا في كل اختيار، ونورا في كل عتمة، وتيسيرا لكل عسير. اللهم بحجم جمال جنتك أرني جمال القادم في حياتي، وحقق لي ما أتمنى. اللهم كافئني بعد الصبر، وأسعدني بعد الحزن. اللهم الرضا الذي يجعل قلوبنا هادئة، وهمومنا عابرة، ومصائبنا هينة يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سعبت قالك إي ورمع في ماتكين وحرجينا إنا نبدا ولقبتي معلي وناكسن حبي وناكسن قفل بختليس أو عن أو وناكسن أيا إيها يبريه ولا له أنا في فلسطين. الله أقركار، الله لبات ذا كتر قاد، الله مرغ ذا كتر قاد، الله ودن كود خير قو بركيسن، الله أقرب على عدو عكتيس هكاريغو، الله مجاهدين نصر يوان وحول با الله قرب كود هكالو، الله حرب كل جران قالدن الله قولي سيو بإذن الله واحد الأحد. أصحاب تقالق انتي حنوسن الله عفمات تامسي عفمات كلات سدان دبي داف، انتي عفمات قاب انتي أو حنوسن دبي داف فربضان الله أقرب حنون كود، انتي عفمات قابن الله عفمات قاد أوسياتي والدين تين انتي قيريو تقبر قود الله أواسعي الله أقرب قبر رغضا من رياض الجنة انتي نولنا الله عمري دير عبادة صوبني عفمات انتبه الله سيو انتي عروفة ستعرف طول الله أبركي عروف خير قبط عفمات قبان أبركي سن الله أغلقه انتي أولادي سن الله أولاد خير قبط أبركي سن سيدك دك أه الله قصيو بإذن الله واحد الأحد قفل بمرغي سن قفل بقرب هيستو قفل بقربات هيستو قفل بودين لغلوها انتبه الله كفو الله فرحته أغبدلو مرغة بإذن الله واحد الأحد. وحاينكم سلامة مرة أخرى سلامة أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت حربا إنا إذن لبدا القصة أو كسافسا سورة الفاتحة. سورة الفاتحة سدا كل جينا أود أكنها وهي الكافية والشافية والوافية والمانعة أيضا يعني كافية وحك كافية أيضا ويكو كافسة وينكو عافسة وينكو وفسة حين كامان على شرط إبلايد انتبه. حتى روحك وحكى لها سورة الفاتحة شدة إبعتض هم كثير يعني هموم بدن أو كهستة يو شدة يو كربتها ده كهستة أنت بكافي ده قبر هاي وحيك شيء كيني سي قبر كلا أو يعني ميل أو يعني مرول بحواي وحيد هذا أنا وحواي وحنجو وحن آخر استان ميل أو يعني محاضرة ولا بس وجيه دي دكسي أو قلا عندك تاع هذا مرة بمشى على قصص أيال قصص وجيه أو الذكرى معلومات قبل هي كوي دبعتة كل أحد أنت بكل والس وجيه ده مرك قبر أو قبلها كمتها أياه وآت أيان أوه هلي سورة الفاتحة أنا وحيد هذا سلاس أم أقوم سنجر المرك يهور ذات كاس أم أقوم سنجر لكن مركان أوقات قبلاس أنا قهرت وحيد هذا قرق وكداه وحان قاري هذا صدون إيو شنجر أيان قو قاري هذا قرق مركا الحمد لله قبلاس شيكا ذي أيان حتى الكاذن كبدا قبلاس وحيد هذا سورة الفاتحة وحا إي ترتق وحال كان أو قصوكو ملها ما أهيد هذا. مركو حيد هذا سورة الفاتحة وحيد شافية كافية من أو يعني وحول بوي إيه في ناس وحول بوي إيه كافي ناس شافين وحيد سيد الرسول كان عليه الصلاة والسلام أو كشيء أحاديث كيس. لكن هذا وح كسي بدن أيام بقى أركيد هذا. وحيد هذا هموم يكرب يبعتوين في رب بدن أو يعني آت شدة يكرب وحياة بدن إهست أي إيه في دي هذا. ست سنوات وحيدها ست سنة كهر وحيدها هذا وحان دري من جري يعني هردد آت أي إيغو يريد آت أي إيغو يريد هردد آت أي أقول بتو جري هبينك أنا أسكا قال وقت حلي هرن واسي حان جري لهذا أفرت صع وقال أسد أفرت صع إبر ست صع هدان ده وحيدها أفر صع عن كهر جري أفر صع إبر سريرتين صار ناجر لكن وحيدها سريرتان كوغل قلونا أنا بوصان أصو كعصوب حسلاتي هردك على هردين هركاس وقت له سحر هرد الآن وأرق أقول على هرد بيل هردنا ملها
سدح سن كهر ايديد دبكاس انتو ودح آت ايا او رفاضي داد الى ان كما قال شيخ من المشايخ او كشاكينا سورة الفاتحة. سورة الفاتحة ايا نحاب بلاوين هذا انا ان اخرستو سورة الفاتحة مركان اخرستنا وحاسمي هذا ان صلاة والب وحان اخرنا اي تطبجر لكن مركان ارك حوغا هرتدي ايدو ايسو هاداك يعني اسبدر وين انكو ارك هرتدي ما شاء الله تبارك الله وحان كلو سمينا صلاة والب جيران اخرنا وان لمينا حدا نواصو بلاوة مركان تطبجر ان اخرنا وان لمينا حدا نواصو بلاوة تطبجر ان اخرنا وان لمينا بس انت سمينا ايدا وحان اركي لهذا بروبلم كي مشاكل كي لن احل سمين مشاكل كي اوهري او اي حل داهي اوهري او كان لباوي كدب هرتدى سيهيد هرتدى او اي صولاوات هرتدى او معانيت او فعنيت او عافمات كا انكو قبي او اي صولاوات الى عافمات درد هي ستة الهي او اي سو عي هرتد نمبر وان واي تاس هرتد وحا او فائد وين انكهل اوهري سو واتاس واي لهم ات اي او فائد طلبات وحيد هذا مشاكل بدن أقولين تانجوم يعني نكهة قبل تان شاكين اسمها تنكا أو شاكين اسمها تنها أو شاكذ أو قصة قالت قبل على ما قب لكن قبل أو شاكين اس ولا قب وحين هذا نكهة مشاكل بدن يعني كل كل مجر يعني ست حبر حتى أسكو في عنا هاي هذا وحالا دين لك تا تبان برو أسكو حنا نينك وحو إمانة أسوهم يعني وجهي سكرتها أصبح أسكح ناقصا وحيو حنا قصيها مو أبغى وحساس يبيرة مو أبي وحين هذا مر كان بلاوة سورة الفاتحة عن بلاوة سس أو لبو لبضة سوي كتب يا واحد نن حلول كان نن إله إيه كان وحين هذا نينك إيه أنا حالتين آت أي أوعنات آت أي أسقوح ما نجد وح أسقوح نهين ما نقان يعني تبان بيرو أسقوح ناقصا نهين سدح بير بس أسقوفي عنا ساس وايد حالة ده نصيحة مركي أن فاتحة أن بلاوان إلهي حلو إيكين أني أصب واسقو فعنان تسد حاتو حاوي دين أيانا لغولها أني إيه ننكيلي يعني فامل كيغا دين تاسن يعني وحينو قارتي وحان نحن يعني سيدو قول لقصيحة بضان وان بحينا هنا دين تاس دين تاسن عيدا لغوها هيت وحاوي أهل كيغا أهاينا لها وحين هذا لو بالكودحوت أيانكو بحينا هنا دين تان دين تي وينك بحويس سدح بيل أحك سوري قد واح بحال ملها لكن مع تكرار سورة الفاتحة آن كل علي دين تبركان آن لهن إن شاء الله وابحنا يعني هل بيل كم سوري دين تساس أي إيه ربحة تن أفراد وحيد هذا وحان دلي مجري حساسي جرك جركي حساسي أياكو جرك حساسي حد نافة أت أيان وحساسي جري جرك أنو إبران رأي جرك أن سكلة أيونا قناع تختار أوتاد تختار مركان أوتاد وحيسو قرج رأي هذا إن بمعتيار وحاسو يسو قرج بمعتاد أنت على استعمالها وافي عنها نبدي إذا قرا بمعتاد مركان أسكرافة وحي سدي يوصل الله بنا مركز لكن كتب مركان بلاوة سورة الفاتحة أفرت شيء أي إله حال يوكل وحيد هذا بي أيام كشو بنجر أقول فنجر وعبي كرك الناس كمرنا إن بمعتياش أمر سنين وأنا كنت في جر فاتحة انت هانا المرسل الفاتحة انا كنت فجل وهم مرسجل الى حال ايو كان الحمد لله وشكر الله سدي ايام كو عاف ما مركا قبدا ان او كشاكي نسو هيد هذا مركا ان قبدا سارك او سس او شاكيس سورة الفاتحة سدي ايو فائد او نلوش يضلن او هكاك انا شافية او كلي ايام او هست لكن وح وح ياو بضان اي بحسا او كبضان او كبضان فراها كبضان اي بحسا سورة الفاتحة مركا سو هيد هذا انا وحا نباتد اهي ستي وحي نباتات اوين ايا اهي ستي dibaatad u haysatay waxay ahaan deyn ayaa laygu lahaa deyn aad u fara badan oo 10 sano hadda kadib hadda shaqay xitaa aan helin deyntaasna sababtan u qaaday aniga waxaan ahaa dhahday qof oo shaqeynays moodafa iska basiit ah ayaa ahaa sababta guurka aan ugu daahan waxay ahayd aabahay iyo ani bis ayaan wada joognay hooyaday mar hore ayay geeriyootay wiilaadna ani ayaa ugu joogay wiilasha qurba ayay jiraan yani reer qurba iska ahaa aniga bas ayaa u joogay anigana waxaan go'aansaday nolosheyda in waalidkay uu abahay oo xanuusan asagana aan dhaqaale su'aan la joog marku xeerada waa shaqeynay markaan shaqeynay shaqada aan ka shaqeynay lacag badan kama heleen wax yar aan ka helay marka waxaan ka qaaday deyn bankiga bankiga deyn ka qaadanay abahay daawooyinkiis iyo isbitaalkiis isbitaal aadadeed
يداوينكي لو سو قد جر لو سو قد لها وحي يعني مر والب اسبتالك لو قيل لها مر والب بل والب اسبتالك لو عليا داوينا لو سو قرأ يعني تشخيص ايا لو سمينا يعني تخترك ايو سمينا مرك انيق السي ان كبحي السي ان ايان كرواي قربت ايا اسكا كي قبصت قبل هاس قصاد مركا سو لغس ان وحيابها سنن سورة الفاتحة اي اسميس او قرقيد او هقاجس او دينت اي كبحيس او زوج كيد اي او هقاجس او حنون كجير كيد كجير حتى او او هقاجس وحان بلاوي لها انيقان انا سيدا يد او كلا ان او اخري ات ايان او سو فائدست وان بلاوي لها انيقان انا اخري بعد كل الصلاة صلاة والب مركا انتو كذا وان اخري سنعي كركان اسكمرناي صلاة والب صلاة الصبح او هريسو الظهور كحيكتو صلاة عصر كحيكتو صلاة مغرب كحيكتو العشاء انشاء كل هذا كل صلاة والب وحان بلاوي لها انا اخري markay kasoo wareegatay muddo bil aan saas u wada waxa waaye wadankii aan ku noola madaxweynaha wadankaas ayaa soo hadlay wuxuuna u soo hadlay meel barxad oo isugu imaanay shacabka xilligaas ayuu wuxuu soo jeeday in qof walba oo deyn lagu leeyahay oo lagu leeyahay bankiga uu ku leeyahay oo u qaatay deyntaasna xaalad caafimaad awgeed cafis ayaa la siiyay maanta at waa lagu wada waa loo wada cafi deyntaas laga marabay markii aan ogaaday in suuratul faatix qurbadana ay qofka ka qaado sidii ay markaan yeelay qurbadii dhan saas ay iga feedantay sidii ay yani deyn la'aan ayaan saas ku noqday alxamdulillah wa shukrulillah aabaheena caafimaad ayuu ilaahay ii siiyay yani bishaas oo yani deyntaas iga soo dadda kadib laba wiil kadib aabahay ayaa u niyeystay ayaa dhahday in uu ilaahay iigu caafiyo caafimaad tam ah sidii ayaan u akhrinay laba way kadib aabahay waxay dhahday caafimaad tam ayuu ii helay alxamdulillah oo intaas oo san ee xanuunsanaa isbitaalka markuu aan geeyeen jiray saddex yacni hal bil bil walba hadda waxay noqday inaan geeyo saddex bilood kadib yacni step by step caafimaad ayuu ii helay aabahay alxamdulillah wa shukrulillah waxaan kaloo oo aan arkay ayaa dhahday yacni guur ayaan ilaahay waxaan dhahay ilaahay rabbi yarxamaa aniga guurkay buu daahay yacni waan u niyeystay in ilaahay guur khayr qab oo barakaysan oo ani aabahaygaba isla haysana yacni saddex bil oo kale ayaa igu qaadatay dhahatan saddex bilood kadib waxaa ii soo raaday dhahday ninkii aan ku riyooday oo aan rabay oo nolosheeda inaan wada qaybsan oo ani waalidkay igu qaadanaa oo waalidkay wax walba u baahanaa ina wax walba u baahanaha anigana ii sameyna ayuu ilaahay subxaanahu watacaala irada iiga soo gelay sidii ay farxad labaad meesha iigu imaaday subxaana allah marka suuratu lfaatixa waxay dhahday waa suura cadiima ah yacni suurad oo lala yaabay waa mucjiso ah yacni qof walba isku fiiri bal laba wiig bas fiiri suuratu lfaatixa isbedel fara badan ayaa arkaysaa waa suuro mucjiso ah aada ii mucjiso deen oo kale qofkii lagu leeyahay qurbad waa soomaha deenta aada iyo aada ay qurbad u tahay suuratu lfaatixa hala daawan biidnillah duyunta uusa didnaan qofkii xanuun haay xanuunkiisa meesha xanuunka ka hay ha ku akhriyo daawooyinkii loo soo qoray adweyadii wixii ha ku akhriyo caruurta hadday caato kaayihiin oo yacni caato oo caafimaad leh ma aha caato oo xanuuns ah yacni ilmaha waxaa la rabaa xoogaa dhumuc inuu lahaado wax yar inuu yacni soo nuuro caato zaa-id ah lama rabo laakiin waxaa la rabaa cayilna zaa-id ahna wax fiican ma bis waxaa rabtaa cunugaan inuu kuusoo dhadhalaal oo kuusoo nuuro ilmaha waxaa jiraan wax walba u sameyso sidii le ah wax walba cuntana way cunaan way fiican yihiin laakiin waa caato oo laga naxay haddaa aragtid waxaa sameysaa biyaha ilmaha markay cabayaan oo kale mathalan oo kale hadda qado oo kalaa siineysaa quraaca oo kalaa siineysa cuntada markaa siineysa iyo biyaha ay cabayaan ayaa ugu tufaysaa suuratu lfaatix muddo laba wiig ah isbedela arkay cunugii oo maasha allah soo noqday oo caafimaad kuu qab ilmaha haddaa rabteed in caafimaad ay kuu qabaan oo xanuun xataa hadduu ku dhaca xanuuno yaryar oo yacni busy ah arabteed inuu kuwa caafimaad qab wax yar yar maahane maadaama adduun loo joogo xanuun xanuun wuu ku dhaca laakiin wax yar ayaa ku dhaca xanuun xanuuno yaryar oo easy ah ayaa ku dhaca waxaa la rabaa ilmaha in suuratu lfaatixa mar walba habeenkii markay seexanaa inaa ku akhrisad iyo subaxii intaysan baxin ilmaha yaryar oo hurdada laga waayo oo hurdi waayo oo munjuluqa ah yaryarka saas oo kale suuratu lfaatixa ayaa lagu akhrinaa gacanta midig madaxa ayaan saa loo saaraa madaxooda jabhada ah
هردد هردان ويابسة ما شاء الله تبارك الله أصحاب تقالي قصدا أنا هكاس أيك دماتي أو قصات الفاتحة إن شاء الله الله أنا جواد لو كل جين كوي كفاء إذاستو ذكر الله إيه القرآن كإلهي إن كوي كفاء إذاستو الله أنا جواد لو كل جين بإذن الله وحنجع على هاي مر والباء وحيابها خير كجر وحيابها وفائدة كجر أنت بإنا إذا لسه وذاك بإذن الله إن شاء الله أنت النفطان أي وجرت بإذن الله واحد لحد واحد والباء وناكسن ونو وضع أنا قول جنة الفردوس الأعلى أدونك وهلا قتقايا يعني آخر أيا الله وضع سعودة إله أنا قي آخر أنا قي والدين تينا أنت مسلين أه جنة الفردوس الأعلى ميل خير قبط وأنك فرحين بإذن الله واحد الأحد إن شاء الله سدان أيا إذن لسو وضع يا خير بإذن الله واحد الأحد إن أصحاب تقو عصب سود وادا كنا سود وادا قع مفرون قلبي صافي أهات يات أيا إذن كغم هتعلن أيا كنا سود وادا جنال كينا channel keenana ka dhiga channel khair qab oo yaani channel oo weyn oo balaadhan oo caalami ah channel keenana family keenana oo aad u yar ka dhiga family weyn bin la waahid al ahad asxaabti ila joog jirtay jazaakumullahu alf khair qumantidiin quruxda badan isku jira dheergelinta iyo ducada intaba aad iyo aad ayaan idinka ka mahadcelinaya mahadcelinteen halkan kama soo koobi karo lan la mashkura nas la mashkura allah مرك آتي آت أيا إذنكم هتعلنا يا جزاكم جنة الفردوس الأعلى بإذن الله أنا قولنا إلهي أنا قد يقول كوي كوكول مو سيدي أن هوض حتى هوض أيا حد أسكرو كلنا سيدي أن حد هوض أسكرو كلنا الله أنا قد يقول كوي كوكول جنة الفردوس الأعلى بإذن الله واحد الأحد إلهي أنا قول من كل جينا ميلا خير كجراء ميلا يعني إلهي لقو حصا الله أنا قد يقول كوي إلهي مرولب وصوحس مرولب وصوحس ما دام أسكو سو كلنا خيرك إلهي مر والبا آتي آت أيا إذن كنغم حتى علينا أيا إن قصة قروح قصوين كو قروح دبضان أو قصص الذكرة سدا أتابع دان سدا أولا سعطان آتي آت أيا إذن كنغم حتى علينا أيا ما حتى علين تينا هل كان كم سوكو بكر والله جزاكم الله ألف خير قف والبا مركو أركا يعني فائدة أو ذكره كجرته أصغ شخصيا أو أركا أصغ شخصيا أو بروبي يعني أو يعني بروبي إنكستو إلهي وحيث البروبينين لكن اسكوفيري اتليست اسكوفيري مدبل احوط مدبل اح اتليست فيري يعني وقتك هسو قابنين وقتك قديري الهي سبحانه وتعالى وحال لها مربر وحا يعني فرشك وكاسو داهية صبتو فرشك كاسو داهية ما حمان اي اضياء لغوقب وكال قعيل اي جعيل الهي وحوله عبدي قيقة وحان جعلها انا مرول بعدكي سأن لكتكي سأيان كراحيستا سيس ايان اغسو داهية فرشك sidaas ayaan ugu soo daahayaa ducadiisa ayaan ka helaa markuu mar walba ii soo duceysana aad ayaan u jeclaadaa aad ayaan ugu helaa laakiin hadii aan hore ka siiyo way iga fogaana laakiin asas daraadeed waan ka soo daahayaa sababta aan ugu soo daahinayaan intaas leewa marka biidnillaah allah naga dhow kuwii mar walba ilaahay dikrigiisa afka ku haysto ilaahay soo u jeclaada jecelka ilaahay qof walbana ma helaa halkan ayaan idinkaga tagayaa asxaabta qaaliya جزاكم الله ألف خير آتي آتي أمها السندهين وحان إذن كتقايا صلاة أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان إذن لها استودعتكم الله الذي لا تضيع وداعيه في أمان الله.